ما رح طول عليكم كتير بالأكل. أصلاً ما بحب الحفلات الناشفة يلي ما فيها أكل. يعني هلأ يلي بحب يلف سندويشة. طبعاً أنا حضرت سفرة جوا فيها كل أنواع اللحوم الباردة، كل أنواع الشوربات، حتى عملت كمان اللازانيا، وكل شيء موجود. إيه بس الفكرة إنه أنتوا اللي رح تحضروا الأكل ولازم تذوقونا طبخكم. ويلي عنده الشجاعة إنه يبلش يتفضل لجوا، ورح نعطي علامات على الطبخ ونحدد الملك والملكة من بيناتكم. أكيد أنا ولا والله أنا اللي بيهمني القسم اللي بيخص الأكل وبس طبعاً، وغيره لأ. والله أنا ما بنصح حدا بالمرة إنه يحاول يذوق من أكلي لأني طباخة فاشلة. أنا بصراحة أبداً مالي شاطرة بالطبخ، والمطبخ مو من هواياتي. أنا ما فيني أقول عن حالي إني شاطر، بس فيني جرب حظي بالأكل البحري. معناتها اترك لي هالشغلة إلي أنا إبراهيم، لأنه أنا شاطر بالأكل وبعجبك. مساكين هالولاد مفكرين حالهم ربحوا المباراة. أنا اللي ربحتهم أصلاً لأنه شفقت عليهم. الفريق يلي بكون فيه ما بيخسر أبداً. طبعاً، لأنه أنا اللي ما بدي إياكي تخسري بنوب. كيف يعني؟ كنت عم تضحك علي؟ اسمع لقلك، قوم قوم قوم، رح نرجع نلعب. يلا قوم، وهديك المباراة مو محسوبة. يلا طيب خلص ماشي، أنا بعتذر آسف كتير، بس بترجاكي لا تعيطي علي، وإذا بدك هلأ منروح أنا وإنتي وبنرجع منلعب وخليكي تربحي كمان. لك إنتي عرقانة، ورجيني قميصك كله مي بيسي. وإذا ما بيصير، امشي امشي، يلا امشي امشي بسرعة، هلأ بتمرضي. مين كرم؟ شو هالمفاجأة؟ شو أخبارك؟ ومن الصبية الحلوة؟ مرحبا خالة، كيفك؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ هاي رفيقتي، عم مشيها هيك بالحارة شوي، طمنيني عنك. منيحة، منشكر الله، مشتاقت لك ومشتاقة لوشك المطبلج. وأنا كمان، خالتي بدي أسألك، فيكي تستغني عن هذا الإشارب الملون؟ بدي إياه ضروري كتير. تكرم عينك، استنى شوي. أنت شو عم تساوي؟ كرم، لا تحاول أبداً، أنا ما بستعمل شغلة معنا إلي، بعدين ما في برد، يلا خلصنا خلينا نمشي. أنا خايف عليك يا بيسان، وهون في هوا بارد، ولازم تحتاطي منيح حياتي. يلا اسمعي الكلمة. والله كرم معه حق، لأنه بعدين ما بيجيكي ولاد. شو هالحكي خالتي؟ ما بدي اعتراض. شو عم تعمل؟ أنت عم تمزح ما؟ بتعرف شو؟ من وقت ما كان عمري 5 سنين ما حدا سوالي هالحركة. شكراً كرم. العفو، هلأ مشي الحال تمام، هيك اطمنت. رح يمتص كل العرق وما رح تمرضي أبداً، لأنه بصراحة إذا مرضتي ما رح سامح حالي نهائياً. يا الله المنظر شو حلو، والحديقة بتجنن، منظر الشمس بيسحر، والعصير مو معقول. يا ترى أنا ويني هلأ، على الأرض ولا بالجنة؟ أنوار، عن جد بتشكرك من كل قلبي لأنك جبتني معك اليوم. اليوم أحلى يوم بحياتي، وأنا كتير مبسوطة بهالقعدة. لك طولي بالك علي شوي، أنا ماني متعود على البنات الحلوين يلي بيفرحوا من الشغلات البسيطة. أنت كتير مهضومة. أنا ما بطلع من البيت كتير، أنت بتعرف كيف أنا بقضي يومي مو هيك؟ أنا بقلك من البيت للشغل، بعدين من الشغل للبيت للشغل للبيت للشغل، يعني هيك. تخيل أنه عندي كنادر كتير بالخزانة بس ما بلبس ولا واحدة منهم. ليش؟ لأنه ما عندي مناسبات بنوب، واللي برجلي أول لبسة هلأ. آي، حتى لأني مو متعودة على الكنادر عم توجعني. طيب رؤي لكان، في مجال تغمضي عيونك شوي؟ وليش لحتى غمضهم؟ لك خلص غمضي غمضي وما تكتري أسئلة. طيب ماشي، بس شوف عن جد ما في مزح سئيل أو حركات غريبة. ها أسيل لا تخافي، خلص أنت بس رؤي.
هاتي. رح أغمضها. آه، برافو عليك. أسيل حاولي إنك تسترخي بس شوي. أسيل لا تاكلي هم، أنا بضمن لك إنه ما في شي خطير، أكيد رح تتحسني هلأ. أنور أنت عن جد شاب بتاخد العقل، عن جد كانوا واجعيني. أنا لأني مو متعودة ألبس كنادر، ارتحت هلأ. خود عليك، رح أرفعهم هيك. أنت لازم تمشي، يعني صيري روحي على الشغل بالسيارة ورجعي من الشغل على البيت مشي، وهيك بترتاحي وبتعملي رياضة وبتتسلي كتير. هيلب! ساعدوني إذا سمحتوا، لك ساعدوني. شو عم بيصير؟ قوم! وطي صوتك، مو شايف البنت نايمة؟ مراد جنو عم يبالغ بقصة الأكل ويمكن يأذي حدا بالسكين، أنا خايفة كتير يا أنوار. رح تجي معي؟ فورا. أوه، كأنه الحلوة مستمتعة كتير من نومة. Love to Nanlamar.